السلام عليكم ورحمة الله. في يوم الجمعة الماضي اللي أعلن عن جمعة غضب، خرجنا كجميع المسلمين وكجميع الموريتانيين اللي محتجين على الحكم الجائع، على الحكم الظالم مننا نحن كشعب موريتاني، وواجهنا نوع ما قد كنا ما يتصوروا حد، ما يتصوروا إنسان من القمع ولا شيء. نعرفوا القمع وطابين عليه مذاننا والبط والتنكيل، ونعرف أننا إلين كرنا لا ننقمعوا، غير ذا اللي جبرنا وذا اللي شفنا ما هو شيء كنا نتوقعه أبدا ولا يتوقع حد. تم في حاجة اللي في مسجد السعودية، اللي أنا قاعد سابقك في مسجد ابن عباس، حضرت شوي من القمع عقب قسم مسجد السعودية، قلت لا بد يعود فم تغطية الأحداث كاملة. لين جيت مسجد السعودية جبرت في مواجهة من الشباب والشرطة، وكان واحد شغل فم طلاب وفم الشرطة مالي وفم متدربين، وكان القمع متين حتى وقرينات والضرب وكذا، وفم حرائق قدا والكرعين وقداتهم بريقان بالي تمارت مقادية ولا عندي انهم الشباب والله أعلم. ذلك بعد هجمت مجموعة من مكافحة الشغب واقتحمت، دخلت مع البوابة الحديدية بوابة المسجد الأولى اللي تدير ساحته، وكتانا في قرن الأخر نشيتهم لا يدخلوا، جيت من الباب الخلفي للمسجد وجيت متقدم مني ما زلت نوصل، جبرتهم فاتوا لحقوا باب المسجد مباشرة داخلي، والناس قفلت المسجد عادهم يكروا يدوروا يدخلوا، وكل جهدهم عاطينه انهم يدقدقوا باب المسجد لا يدخلوا. قبضت كاميرتي قبضت تلفوني تتصور عن مقربة منهم قاع ماني بعيد. في ذاك هم تمكنوا من فتح الباب والله شيء، ونتر واحد من الشباب قبضوه وإذا صورته كامل لأن عقب نقول لكم شخل قلوه. نتر واحد من الشباب قاموا ماشيين بيه شهر شوات، ناجرجينهم هم يبطوا بطمتين حتى مالي لحقوا بيه البوابة الحديدية فسخوا الباس وكامل، ما خلوا عليه سلك حتى ولا سلك، عورة كاملة جسد وتوه ما عليه شيء. ندعي لهم نقول لهم يلعنكم كذا ما نعرف قاعد اللي نقول بشاعة المشهد قدامي، وقاموا يجروا ظهرهم ما عرفت سبب انسحابهم ذاك الوقت، غير بعد عرّوا ونادوا وزرقوا وخلاه ماشي. صورت المشهد وكذا ظهرهم لعدوا ما ترصدوا لي والله طرحوا البال اني صورتهم ما نعرف. لاحقا بعد تقريبا ساعة والله ساعتين تمنا في الاحتجاجات مستمرة كذا، جاتني جماعة كبيرة منهم حاصرتني بكل بلاصة وكردتني انا وقاموا علي بالبط، والنوع من التنكيل والقمع اللي متين صراحة جدا. في ذاك تاو جاءوا اثنين والله ثلاثة منهم تاو يتركوا معي يفسخوا لي الباسين يعني قاع من نفسي، فامتنعت لهم حتى عدت البط مثلا ماني رادوا على راسي، المهم عندي الله نحافظ على الباس وكا. لين عقب جاء واحد منهم قالوا ما ديروا لنا الفلوته قفلوا عليه وكا، عادوا ماشيين بيه لين يقولوا شو الوته بعيد موقف قد القصر. في ذاك كامل كل حد خط عليه منهم يخبط ويجي ويرصف كانه مثلا جابرين فريسه لابد كلهم يتش منها نتش، والدم كان ذاك الوقت يغطي وجهي وماشي موجي متن بطهم اللي لحقت الوتة، وعاد كل واحد منهم من عطاب والله حسوا انه عطاب يجي يدخل عليه في الوتة ويقوم يبطني بط ملي متين. وني بعد الحمد لله عقب قبل تلفون ومسحوها وقالوا نفتح حالهم رغاما، فتحت لهم ومسحوا جميع اللي فيها وتوفوا الحمد لله. انت احتفظت بالفيديو؟ الفيديو ذاك كنت اللي صورته من الشاب اثناء كلامه، اثناء مباشره اني صورته درته برنامج فيها فيديو كان يكتب عليه توقيعي سنهوري ست، وحملته شور فيسبوك وطلع لي قاعد انه اكتمل التحميل. عقبتني انا رجعت لان محاومه جميع ذا جبرت انه في الفيسبوك التحميل ما اكتمل يغال البرنامج مازال في استوديو فيفا فيديو من نفسه خارج يعني خارج على الاستوديو اللي دخلوا هم محاوله جميع الفيديوهات ما عدا المقطع وحده اللي يتكلم فيه الطفل، تو انشرته لاحقا.